هو فطورك يا جيجي؟ أحسنت يا جيجي. قبعتي. هذه يا كارل. شكرا بني. هل رأيت ريكو؟ أنا أنتظره منذ عدة ساعات. لا، ربما يخشى الخروج في الريح. سأتصل به. أراك لاحقا. مرحبا يا أصدقاء. أوه، يا له من جو بائس، ولكنه لن يزعج غرابا شجاعا مثلي. سأجري الآن اختبار طيران. الطيران عكس الريح مفيد، إنه يقوي العضلات. ما هذا؟ ما بك يا ريكو؟ أنسيت موعدنا؟ أنا مريض، مصاب بالحصبة. حصبة؟ سأحضر لك الطبيب فورا. لكن يا بني، لقد اتصلت أمي بالطبيب. أقفل السماعة. أنا أتجمد. سأنقع قدمي بماء ساخن. إنه يغلي. إن ريكو مصاب بالحصبة يا كارل. يا للمسكين. سأستدعي له الطبيب. أرجو أن يشفى سريعا. الطبيب، بالتأكيد هذا هو ما أحتاج إليه. انتظرني أيها العجوز، أنا قادم معك. نعم أنا قادم. مرحبا أيها الطبيب، ريكو مريض. مريض وأنا كذلك. يؤسفني هذا، إذن سأحضر الطبيبة دارلينغ. إنها مصابة بالزكام أيضا. مهلا، انتظر لحظة، ماذا بشأن ريكو؟ ولكنني لا أستطيع مغادرة الفراش. عندما كنت في أفريقيا تعلمت الكثير من رجال الطب. لما لا أنوب عنك يا سيدي؟ حسناً، كما تشاء يا بني. لن أخذلك أيها الطبيب. توقف، أنا مريض أيضاً. إذا كنت ستنوب عني عليك أن تعرف كيف تستعمل هذه ال... الأدوات. لم أفهم سيدي. أسف، قلت الأدوات. هذه سماعة الطبيب، تصغي بواسطتها إلى المريض. هيا الآن يا بني، أصغي إلي. لكنني أصغي إليك أيها الطبيب كاندرلي. لا، ليس إلى صوتي بل إلى صدري، هكذا. والآن سأخذ شهيقا وزفيرا، فماذا تسمع؟ يا إلهي، هناك خشخشة. خشخشة؟
أنت مريض وستذهب إلى الفراش، هيا وإلا سأغضب. نعم حاضر أيها الطبيب بيني، وحظا موفقا. كل العسل واحتسي الشاي بالليمون. أنا الآن طبيب حقيقي، سأعود إلى ريكو. أنا آت إلى هنا لأنني مريض. بينما يؤدي بني زيارة منزلية. لحسن الحظ أنني أعرف كيف أساعد نفسي. ما هذا؟ لا أستطيع سماع شيء. إن حالتك تزداد سوءاً، سأذهب لأبحث لك عن دواء للزكام في صيدلية المنزل يا عزيزي. لحظة. مرحبا يا صديقي العزيز. أهلا يا آنسة. شكرا لك. ومنذ متى أصبحت طبيبا؟ حسنا، أنا أحل محل طبيبنا. كم هذا مؤثر، عين الفيل بني طبيبا بديلا. سأعد تقريرا رائعا عن هذا الأمر. أنا متعجل يا آنسة، ريكو مريض مصاب بالحصبة. يا للمسكين. لا، سأراك فيما بعد يا بني. وداعا. تناول هذا الدواء، ستشعر بالتحسن يا عزيزي. لا، أنا لا أتناول شيئا كهذا أبدا. أيها العنيد. سأذهب إلى غرفتي. أين كعكتي؟ وهكذا يحل بني محل طبيب كندرلي الذي أخذ إجازة مرضية. ماذا؟ الفيل بني؟ لكنه لا يملك رخصة، سأضع حدا لهذا الأمر. احذر. تورو، وجدتها. لا، لما تفعل هذا؟ هذه دغدغة خرطومية، إنه علاج إفريقي ويجب أن يؤخذ 3 مرات متتالية. إذن بقيت جرعتان. ممتاز، انخفضت حرارتك 2 درجات. رائع. إذن عليك أن تكمل العلاج. سيسي، أين أنت؟ أعرف أنك تحت الغطاء. لم أكن أبحث عنك أنت. مشاكسة، انظري، أحضرت لك الطعام. لا يكوني، أنا مساعدة الطبيب فقط، سيأتي قريبا، عندها أري حنجرتك. تحملي يا سوزي، سيأتي الطبيب قريبا. لا يمكنه جعل المرضى ينتظرون هكذا، سأرى ما الذي يدبر له ذلك العجوز.
تورو، صباح الخير جميعا. يا للوقاحة. هاي كوكو، أنا آسف، هل أنت بخير؟ هل نبدأ على الفور أيها الطبيب؟ بالطبع يا آنسة كارلا، من الأول؟ الآنسة سوزي وأمها. لا أعلم ماذا أصابها، إنها ترفض أن تنهض من سريرها. حسناً، إن حرارتك طبيعية، فلماذا تشعرين بالحزن؟ أنا أحزن عندما أفتقد ريكو، فمن تفتقدين؟ اختفت سيسي منذ 4 أيام، قطتها الصغيرة. إنها قطة متميزة، لها نقطة سوداء بين عينيها وذيل مخطط بالأسود والأبيض. انظر، يا لها من قطة جميلة، أعطني هذه الصورة، من يدري ربما أراها في الجوار. شكرا لك. والآن يا سوزي، أصف لك رحلة مجانية إلى حديقة الحيوان. شكرا جزيلا. إنه أحمر، أنا على شفا الموت. كتب سخيفة، ما هذا؟ ماذا؟ المريض التالي أنت أيها المحافظ؟ مرحبا سيدي، في الواقع أنا أعالج الأطفال فقط، لكنني سأساعدك. أمصاب بالزكام؟ هذا هراء. حسنا، ربما كانت حساسية. ماذا؟ بالتأكيد ربما أكون مصابا بهذا المرض، الحساسية. لنرى ماذا كتب عنها. اسمع يا بني، أنا آمرك بمغادرة العيادة ومن دون أي نقاش. ولكن لماذا يا سيدي؟ لأنك لا تملك ترخيصا لمزاولة الطب. لا يمكن أن تكون جادا أيها المحافظ. بل أنا جاد، اخرج من هنا. حسنا، لا لن أغادر، يحتاج المرضى إلى مساعدة وأنا أنوي أن أمدهم بها. كيف تجرؤ على تحدي سلطتي؟ إذا لم تغادر سأضطر للاتصال برئيس الصحة العامة، سأجعله يضع حداً لهذه المهزلة. لا، ماذا أفعل؟ لا تبالي به يا بني، سنتابع عملنا. الحساسية، ها هي، تعني أن تعطس بسبب أشياء لا تتناسب معك، على سبيل المثال أزهار، وبر حيوان، ريش. الريش يغطيني، لا أنا مصاب، أحتاج إلى هواء نقي. ارفع يديك إلى الأعلى أيها الطبيب. ما خطب محاربنا المغوار؟ إنه يحتاج إلى دواء ضد الألم. حسناً، ولكن ما الذي يؤلمك؟ لا شيء، فالمحارب الهندي لا يشعر بأي ألم، لذلك أريد أن أكون هندياً حقيقياً. حسناً، لقد فهمت، ولكن هذا الدواء مفقود. آسف. أتعلم؟ عندما أتألم أتصل بصديقي أو أتناول مكعبات السكر. تفضل، ستفيدك كثيراً. شكراً. عفواً. أنا ذاهبة إلى السوق، وداعاً. ابتعد، اخرج من هنا أيها الكلب. هيا، يجب أن تأكلي شيئاً. تعالي، لا تخافي.
تخافي. لا ارجعي إلى هنا. لا المسكينة، سأتصل بالطبيب. إن بلعومك ملتهب. طاب يومك. المكالمة لك، إنها حالة طارئة. أحقا ما تقول؟ أجل، سنذهب على الفور. وماذا عني أنا؟ احتسي الشاي بالليمون بسرعة يا آنسة، علينا أن... ها أنا مجدداً. هيا يا سيدي، أدي واجبك. أنا آسف يا بني، ولكنني أطلب منك أن توقف هذا آسف سيدي، لا وقت لدي. وقعت فتاة في شارع المحافظ منزل رقم 2. نعم، ولكن... منزل رقم 2؟ هذا عنواني أنا. الغبي نسي عديم الشعور أهم شيء لحالة كهذا. حركي قدمك. الحمد لله إنها تتحرك، هذا يعني أنها لم تكسر. اطمئني، إنه التواء بسيط. والآن حاولي وضع ثقلك عليها. شكراً، أشعر بتحسن كبير. هذا واجبي. رائع، أحسنت صنعاً يا بني، نجحت مجدداً. بني، أنقذ قطتي أرجوك، وأعدها إلى غرفتي من دون أن يراك أحد. ولماذا السرية؟ أليست قطتك؟ بصراحة. لحظة واحدة. أبي؟ آن، ماذا حدث؟ هل أوذيتي؟ أنا بخير الآن، وهذا بفضل بني. حسناً يا بني، أظن أنني مدين لك ب... عليك فعل شيء حيال هذا العطاس سيد المحافظ. أظن أنني أعرف العلاج المناسب. يكفي، سأمارس مهامي. بموجب سلطتي أمنع بني من ممارسة الطب نهائيا. لكن أين هو؟ هيا أيتها الصغيرة، اقفزي، لا تخافي. كفى نباحا، أنت تخيف القطة الصغيرة. كن مطيعا، إنها قطة لطيفة. هذا هو سبب نوبات العطاس الحادة. سيدي، عندك حساسية من وبر القطط. إن تشخيصك خاطئ أيها الطبيب، أنا لا أملك قططا في بيتي. آن، عليك إخبار أبيك بالحقيقة.
أعتذر يا أبي، أردت حيوانا أليفا فأخذت القطة إلى المنزل. ما الذي تقولينه؟ لا أصدق أذني. سيدي المحافظ، يجب أن تسر لأنك ستتخلص من نوبات العطاس. حسنا صحيح، عدني أن تحضر حيوانا أليفا لآن، ليس قطة بالطبع. حسنا ستحصل على ما تريد. حقا؟ إذا أريد هذا الكلب. ماذا؟ ذلك الضال؟ سيدي المحافظ لقد وعدت. حسنا، شرط أن تبعد هذه القطة الفظيعة من هنا فورا. شكرا، أنت رائع يا أبي. أنا متأثر بما فعلت يا سيد بيني، أنت لست طبيبا فحسب بل ومرشدا أيضا. شكرا لك. لذا اسمح لي أن أكافئك على أدائك الطبي الرائع بميدالية الشرف هذه. إلى أين ذهب؟ سيسي قطتي الحبيبة، كم اشتقت إليك يا سيسي. شكرا لك، شكرا لك يا بني، ولكن لما توجد نقاط حمراء على خرطومك؟ ماذا؟ نقاط حمراء؟ يبدو أنني أصبت بالحصبة. أجل، أنا أشعر بالضعف قليلا. ريكو انظر، أنا مصاب بالحصبة. هون على نفسك يا صاحبي، أعرف علاجا فعالا ضد الحصبة. واحد. اثنان. ثلاثة. توقف، لا أستطيع التحمل. أرجوك، لا أستطيع التحمل. إذن هل نفعل علاج الإفريقي؟ بالتأكيد. تورو. يبدو لي أن الفيل العجوز قد تعافى. بالنسبة إلي سئمت من المرض والتعب والصداع، لذلك قررت اتباع حمية صحية، العنب الأحمر. إنه غني بالفيتامينات ومليء بالطاقة. يا إلهي، أصبت بالحصبة، استدعوا الطبيب. وداعا يا أصدقاء.